السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. في هجومين مسلحين مقتل 4 من عناصر الشرطة الحكومية وإصابة 5 جنوبية غربية الموصل. في المدى مجلس النواب يتلقى إشارات عن كابينة غير مكتملة يقدمها عبد المهدي خلال يومين. وفي موقع كتابات تسريبات اليوم العبادي للخارجية والفياض للداخلية وخمسة حقائب للمحور الوطني. في الجزيرة نت أردوغان يكشف الثلاثاء عن الحقيقة الكاملة لمقتل خاشقجي. في العربي الجديد العاهل الأردني يلغي الباقورة من اتفاقية السلام مع إسرائيل ونتنياهو يريد التفاوض. أما في القدس العربي انتهاكات جديدة للحشد الشعبي، خطف وحواجز وتفتيش وأتوات. وأخيرا في الحياة الجبير يقول مقتل خاشقجي خطأ جسيم والملك سلمان عازم على محاسبة المسؤولين. من البديهيات الشائعة التي يعرفها حتى طلبة مراحل الدراسة المتوسطة والثانوية من خلال مناهجهم الدراسية التي تتناول المعلومات الأولية عن تنمية المجتمعات والتطور الاقتصادي لأي بلد، فضلاً عن معرفة المثقفين والدارسين في المستويات التعليمية والعلمية المتقدمة بأن القطاع الصناعي بشقيه العام الحكومي والخاص هو عصب الحياة الاقتصادية والتقدم والتطور، وهو الأساس في خلق التراكم الاقتصادي وتحريك عجلة الدورة الاقتصادية وتحقيق تشغيل اليد العاملة ونشر مفاهيم التكنولوجيا الحديثة وتطوير المهارات وديمومة النشاط التدريبي وتحفيز طاقات المرأة في الأعمال الإنتاجية وإيقاف فوضى الاستيرادات العشوائية وإعادة تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة عن العمل وتنشيط القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية وتوجيه اليد العاملة إلى القطاعات الإنتاجية. ولكن العكس يحصل في العراق الآن حسب الكاتب حسام الدين الأنصاري في مقال بصحيفة الزمان العراقية. وإذا ما استعرضنا واقع التدهور الاقتصادي في البلد فإن تعثر المشاريع الصناعية وتوقف معظمها عن العمل والإنتاج وتسريح عمالها وتعطيل خطوطها الإنتاجية كان له الآثر المباشر والحاسم في تدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وإغراق الأسواق بالسلع والبضائع المستوردة إلى الحد الذي خلق حالات من السخرية، حينما أصبح العراق يستورد قدح اللبن ومعجون الطماطة والأيس كريم والسلع البلاستيكية للاستخدام المنزلي والأحذية والملابس وحتى طابوقة البناء، رغم وجود آلاف المعامل في القطاعين العام والخاص لتوفير تلك المواد وغيرها، والتي توقفت عن العمل وسرحت عمالها الذين التحقوا بجيش العاطلين، ناهيك عن استيراد المعدات الكهربائية وأجهزة الاستخدام المنزلي التي كان القطاع العام والمختلط ينتجها وبمستوى عال من الجودة، وكان المواطن يفخر بأن يجد على تلك المنتجات عبارة صنع في العراق. أما اليوم فقد أصبح من النادر أن تجد في الأسواق سلعة تتوشح بتلك العبارة التي كانت تمثل سر التوازن والكفاية الاقتصادية وبأقل معدل من البطالة. ولسان حالنا يقول بأن عبارة صنع في العراق أصبحت شيئا من التأريخ. يضيف الكاتب وإذا كنا نعرض حالة التدهور التي حلت في البلد فالحل بسيط، عندما تتوفر الإرادة الوطنية المخلصة وتفضيل مصلحة البلد على مصالح دول الجوار ومافيات تخريب الاقتصاد الوطني القابعة في أروقة الوزارات والمؤسسات الفاعلة في إدارة الشؤون الاقتصادية، وأن تكون شحنة الوطنية من أجل مصلحة البلد فوقا كل الاعتبارات وبديلا عن مخططات تخريب البلد بأيدي من تسلطوا عليه وبلدهم الأم ليس العراق.
تواجه حكومة عادل عبد المهدي تحديات كثيرة لإصلاح الأوضاع في العراق بعد الفساد والخراب الذي ضرب البلاد منذ عام 2003. يشكل القطاع النفطي أحد أبرز القطاعات التي تتطلب مسيرة إصلاح طويلة، لأن النفط هو عماد اقتصاد العراق حتى إشعار آخر. والاهتمام عبد المهدي بالصناعة النفطية كوزير سابق للنفط ولإلمامه بآثار النفط في المجتمع العراقي واقتصاده وأبحاثه، أظهرت سنوات الحكم الأخيرة أن زيادة الإنتاج من 2 مليون برميل يومياً إلى 4.5 ملايين أدى في جو الحكم الفاقد للشفافية والمحاسبة إلى نهب وسرقة المال العام وفقدان مئات بلايين الدولارات، جزء كبير منها من القطاع النفطي أو من خلال تفشي الفساد في معظم دوائر الدولة بسبب التوسع في البطالة المقنعة واعتماد فرض الخوات على المواطنين لإنجاز معاملاتهم، إلى جانب تضخيم قيمة العقود لجني الأرباح من التلاعب بقيمتها الفعلية، وذلك حسب مقال الكاتب وليد خدوري في صحيفة الحياة اللندنية. سيشكل القضاء على الفساد الذي تفشى في أجهزة الدولة التحدي الأول للسياسة الإصلاحية لعبد المهدي ورئيس المجموعة الأكبر في البرلمان بزعامة مقتدى الصدر الذي يدعم الإصلاحات للحد من الخراب ونقص الخدمات الأساس في العراق. وعبر الشعب في تظاهرات البصرة وفي الانتخابات التشريعية عن مآس العراق من فقدان مياه الشرب وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، ومن دون سياسة تواجه بسرعة وبحكمة هذا الفساد والفشل سيكون من الصعب جدا، كي لا نقول من المستحيل، استعادة ثقة الشعب في جدوى التعاون مع النظام الإصلاحي الجديد. ونظرا إلى مركزية النفط في اقتصاد العراق، وبما أن العصابات المدعومة من الأحزاب الحاكمة ورؤسائها توغلت في عمليات التهريب والفساد، يتوجب مواجهة هذه القوى السياسية ووضع حد لتجاوزاتها على رغم الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في هذه الحملة التي تشكل المطلب الأول للعراقيين الآن. من الضرورة الاهتمام بإعادة الكادر الوطني المتخصص الذي أثبت تفوقه الأكاديمي بدراساته وتم ابتعاثه على حساب الدولة إلى أهم الجامعات العالمية، ولكن اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة لأسباب أمنية أو معيشية، ومشاركة هذه الكوادر بخبراتها في العراق سابقاً وفي شركات العالمية حالياً، هذا سيوفر دعماً مهماً للتنمية بحسب الكاتب. المخدرات واحدة من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي بدأت تنخر المجتمع العراقي بعد أن كانت البلاد بعيدة عنها عقوداً طويلة حتى احتلالها عام 2003. يتعرض المجتمع العراقي والبصري خصوصاً لاستهداف ممنهج بصفوف الشباب وسط نقص الخدمات وسوء الإدارة من بعض السياسيين الفاسدين، وبينما تتفاخر السلطات الحكومية في محافظة البصرة بتشريعها قانون منع بيع المشروبات الكحولية وتداولها، إلا أنها بقصد أو دونه فتحت الباب مشرعا أمام تجارة المخدرات، حيث يوجد نحو 400 تاجر مخدرات في المحافظة، وذلك حسب إحصاءات أمنية أخيرة. مقال الكاتب عامر أسامة الرأي في صحيفة العرب الجديد حدث فيه عن المخدرات في البصرة. وقد دخلت المخدرات في العراق أماكن عدة، منها الجامعات والمعاهد ناهيك بالمدارس، إذ يقدر عدد التجار مروجيها بعشرة آلاف تقريبا، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن العراق أصبح ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات، كونه يقع وسطا بين الدول المنتجة والمستهلكة. وقد جاء هذا التحذير على ما يبدو بعد أن بات تعاطي المخدرات ظاهرة مرعبة، والأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة تتجه إلى أن تكون مشكلة متفاقمة بين الأطفال، بالتزامن مع التحذير الذي أطلقته منظمة اليونسكو في تقرير لها من أن عدد مدمني المخدرات بين الأطفال حوالي 10%.
يتضح مما تقدم أن إجراءات السلطات العراقية في منع أو الحد من انتشار هذه الآفة ما زالت قاصرة ومن دون المستوى المطلوب، لذا عليها وضع حلول سريعة للحد من هذه الظاهرة مثل إعداد مسودة قانون مكافحة المخدرات من أجل احتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها وفرض عقوبات صارمة بحق تجار المخدرات ومتعاطيها وعدم التهاون مع من يساعد على تسهيل دخولها إلى البلاد وضرورة ضبط السلطات الأمنية الحدود مع دول الجوار للسيطرة على دخول المخدرات وتعاطيها. يضيف الكاتب: يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية تجاه هذه الآفة، ما يعني أن على المراكز الدينية والأسر والمدارس المساهمة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة العمل على منع الشباب من الوقوع فيها والتي باتت تهدد المجتمع العراقي. كتب علي حسين في المدى العراقي عن قائد عمليات البصرة قائلا: شاهدت حوارك الطريف على واحدة من الفضائيات وأنت تجلس على كرسي قرقوش، واستمعت إلى ردك الحصيف على المذيع وهو يسألك عن أولوياتك بتوفير الأمن والأمان للناس وحفظ حياتهم وأموالهم، فقلت له بلهجة الواثق إنك مكلف بتطبيق الشريعة على الجميع، مسلمين مسيحيين وصابئة، كل من يضع قدمه في البصرة لابد أن يخضع لقوانينك، فأنت والحمد لله مكلف شرعيا بتنفيذ هذا الأمر ولا علاقة لك بالدولة ومؤسساتها، ولهذا عليك يا سيدي العزيز أن تتحمل سوء فهم العراقيين الذين توهموا بأنك قائد لشرطة البصرة وفاتهم أنك قائد شرطة الآداب لضبط أخلاق هذا الشعب. لا تهتم يا سيد الفريق الركن قاسم نزال، نحن شعب يعيش أعلى حالات البطر، يريد أن يعيش الرفاهية ويجعل البصرة مثل المدن الكافرة قبلة للناظر ومقصدا للسياح وواحة للأمان والاطمئنان. ماذا يعني يا سيدي أن النفط يسرق أمام أعين القوات الأمنية بسبب سوء في النظر؟ ماذا يعني أن تتحكم العشائر بالأمن والاقتصاد ما دامت الأخلاق مصانة والتكليف الشرعي يعمل بأقصى طاقاته؟ ماذا يعني أن تغرق البصرة في المخدرات فهي ليست حراماً وتساعد على تنمية اقتصاد دول الجوار العزيزة؟ المهم أن فتح النوادي الاجتماعية في البصرة حرام مثلما الموسيقى والغناء رجس من عمل الشيطان. يا سيد الشيخ، عفواً الفريق الركن، وأنت تطالبنا بالالتزام بالأخلاق، نتمنى عليك أن تجيبنا باعتبارك المسؤول عن أمن البصرة، لماذا لا تزال البصرة على قائمة المدن التي تكثر فيها عمليات القتل والاختطاف؟ ماذا فعلتم لأهالي الشباب الذين اختطفوا أو قتلوا أو غيبوا في الأشهر الأخيرة؟ لا أصدق عادة الحكايات الخرافية عن الفضيلة التي يريد لها البعض أن تغادر البصرة، فمنذ سنوات وقوانينكم الأخلاقية حولت البصرة من سيء إلى أسوأ. يضيف الكاتب متهكما: يا سيدي الفريق الركن سابقا والشيخ حاليا، نعرف جيدا أنك مكلف شرعيا بتأسيس منظومة أخلاقية على مقاسك، فأنت حتما قادم من زمن آخر، لكنك تريد أن تحكمنا بأدوات هذا الزمن وتقبض أجرك من أموال هذا الزمن أيضا. يا سيدي الفريق الركن، أهل البصرة بحاجة إلى قانون للحياة لا لقانون للأخلاق، يريدون الأمن والاطمئنان ويحلمون بالسعادة، هذا ليس ترفا لكنه حد أدنى وصلت إليه مجتمعات العالم، نريد عقدا اجتماعيا يضمن للجميع فرصة لحياة مشتركة لا تخضع للوصايا ولا خطب الأخلاق والفضيلة. يا سيد الضابط الذي تلبسته روح الشيخ، اسمح لي رجاء أن نقول لك: أنتم فشلتم فاتركونا نعيش. ذكر نقيب الأطباء العراقيين في تصريح له مؤخرا إن ما هو متوفر في مشافي البصرة هو 15 أو العراق جميعا و15 سريرا فقط لكل 10,000 شخص، وأن الإحصائيات تؤكد أن هناك طبيباً واحداً فقط لكل 1,000 شخص من السكان، علماً أن هذا العدد من المشافي هو أقل بكثير من تلك المتوفرة في العديد من أفقر دول العالم.
محمد العبيدي يكتب مقالا بعنوان مشافي العراق، تخلف خطير في العدة والعدد، نشره في موقع كتابات. في عام 2009 وقع العراق عقودا مع شركتين لبناء 10 مستشفيات سعة كل منها 400 سرير. ثبت لاحقا وبما لا يقبل الشك أن تلك الشركتين ليس لهما أي تأريخ في بناء المستشفيات، وإنما أعطيت العقود لهما بعد دفعهما لرشاوى كبيرة تجاوزت عدة ملايين من الدولارات. كان من المفروض أن تسلم تلك المستشفيات لوزارة الصحة في عام 2011، إلا أن الشركتين لم تنفذا العقد الموقع، ولم يتم تسليم أي مستشفى من تلك المستشفيات لحد الآن. وتتوارد أخبار أن وزارة الصحة قد استلمت 2 أو 3 منها، ومع ذلك فإن تلك المستشفيات لم تعمل لحد الآن بسبب شحة الكوادر الطبية التي تدير تلك المستشفيات، إضافة إلى العقبات الفنية الأخرى. من هنا يتضح الخلل الكبير وسوء إدارة النظام الصحي في العراق، ناهيك عن سوء نظام التعليم الطبي الذي لم يستطع لحد الآن أن يسد النقص الحاصل في عدد الأطباء، وخصوصا الأطباء المتخصصين الذين يحتاجهم البلد. العراق بحاجة الآن إلى ثورة في النظام الصحي والخدمات الصحية ونظام التعليم الطبي، بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة التي يعاني منها كلا النظامين في الوقت الحالي. هناك محاولات جادة لإيران بإيجاد أساليب جديدة لتهريب أسلحة إلى حلفائها في الشرق الأوسط، وعن تشغيل إيران مصانع أسلحة في لبنان وسوريا واليمن. تؤشر هذه المعلومات أن لبنان يتصدر أولويات إيران الجيوستراتيجية في المنطقة، وليس سوريا أو نظام الأسد الذي أمن لطهران الشريان الرئيسية للإمساك بلبنان، بحسب الكاتب بسام منسي في صحيفة الشرق الأوسط. إلى هذا ثمة معلومات حول مساع داخل الإدارة الأمريكية وبمبادرة من مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى تعيين شخصيات في الإدارة تؤمن بضرورة ضرب أذرع إيران عسكرياً وتحديداً داخل سوريا. من هنا كان اعتبار ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ديمقراطي في إشارة منه إلى أنه لا يتعامل بالشدة اللازمة في الموضوع الإيراني، وينسحب الأمر نفسه على نيكي هايلي. باختصار، ثمة اتجاه واضح لدى صقور الإدارة إلى الدفع باتجاه سياسة أكثر شدة وفعالية تجاه أدوات إيران في المنطقة، خصوصا حزب الله، وتجريم ومعاقبة كل من يتعامل معه، وقد تكون الحكومة اللبنانية في طليعة هؤلاء. فأي مصير ينتظر لبنان؟ على الرغم من كل الضغوط التي تمارس على إيران، لم تسقط حرفا واحدا من أجندتها. فهل يعني ذلك أن سياسة الدبلوماسية الخشنة والعقوبات ليست ناجعة، وأن خيارات أخرى ستفرض نفسها على الطاولة؟ يواجه لبنان إضافة إلى العقوبات المقبلة ضد إيران وأدواتها مشروع قانون أمام الكونغرس لنزع سلاح حزب الله، تقدم به العضوان الجمهوري آدم كينغزينغ والديمقراطي توم سويزين، ويطلبون من الاستخبارات الأمريكية تحديد مدى علاقة مؤسسات الحكومة اللبنانية بحزب الله وقادته ودفعها إلى فك ارتباطها كما فعلت المؤسسات المصرفية اللبنانية. قررت شركة خدمات النقل الذكي أوبر تكنولوجيا الدخول في مجال عمل جديد بعد نجاحها بتقديم خدمة استدعاء سيارات الركوب والدراجات البخارية والسكوتر باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن الشركة الأمريكية تختبر حاليا خدمة جديدة اسمها أوبر ووركس أو أوبر للتشغيل، تتيح للمستخدمين طلب عمال مؤقتين مثل الخدم أو أفراد الأمن للقيام بمهمة محددة في حدث ما مثل الاحتفال أو المؤتمرات عبر الأجهزة الذكية. وأضافت الصحيفة أن أوبر تعمل على تطوير هذا المشروع منذ عدة أشهر في شيكاغو الأمريكية، وأنها اختبرته في وقت سابق في مدينة لوس أنجلوس. من المنتظر أن تقوم أوبر بتشغيل الخدمة الجديدة على غرار خدمة توصيل الغذاء للمنازل والمعروفة باسم أوبر إيتس.
الآن إلى الكاريكاتير. هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.